ها نحن نلتقي بحمد الله في مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الأثيل الشامخ، مدينة نزوى، العامرة التي كان لها دور بارز في مسيرة الحضارة العمانية، لا يزال يتألق نوراً وضياءً ورفعةً وجلالاً. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. وإذا كان قد مر على هذه المدينة العريقة حين من الدهر كاد أن يطمرها غباره، إلا أنها اليوم تتبدى من جديد في قشيب زينتها، زاهية بتليد مفاخرها، زاهرة بطريف أمجادها ومنجزاتها التي تحققت على مدى السنوات القليلة الماضية.